لطفي بوسيدرا. محمد الديري. فرقة سما. محمد بيومي. فريد شوارانا. كاريمبو. شياب. نائل عمار. Jennifer Grouse. كلنا على أعصابنا لنعرف مين رح يكون الفايز هالموسم بArabs Got Talent. وين صار الظرف قصاي؟ الظرف في طريقي إلينا لآخر مرة. شكرا. مثل كل اسبوع رح نبدا باعلان ثلاث اسماء نالوا على اعلى نسبة تصويت لكن بدون اي ترتيب. قلبي عم بدق، قلبكن عم بدق. بدون اي ترتيب ثلاث اسامي هن اللي الجمهور صوت لهم اكثر شيء بهالحلقه النهائيه من هالموسم الثالث من Arabs Got Talent. الاسم الاول محمد الديري. الاسم الثاني كمان بدون اي ترتيب من المشتركين الثلاثة يلي نالوا على أعلى نسبة تصويت لكن واحد فقط منهم رح يكون الفايز. الاسم الثالث كمان بدون أي ترتيب جينيفر جراوس. شكرا. بتمنى التوفيق للجميع. كل الفاينلست. Thank you. شكراً شكراً. فريد سما، محمد الديري، جينيفر جراوس. نلتوا على أعلى نسبة تصويت لكن واحد منكم فقط رح يكون الرابح هالموسم بArabs Got Talent. قلبوا على بعض من فضلكم. بقلوبنا كلكم ربحتوا لكن للمشاهدين مشترك واحد فقط بينال كل موسم على اعلى نسبة تصويت بArabs Got Talent. Who's the winner? Is it Jennifer? هل هو محمد؟ هل الفايز فريق سما؟ شو أقولكن؟ أنا قلبي عم بدق. قلبنا كلنا عم بدق. ناطرين نعطي النتيجة. Who's the winner؟ كي؟ فرقة سما. الفايز
مبروك وشكرا لكل اللي صوتوا واختاروا فرقة سما تكون الرابح لهذا الموسم.